السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه برومت هيرو. البرومت هو ايه؟ هو الكلمة اللي انت بتكتبها للذكاء الاصطناعي عشان يعمل لك صورة او عشان يكتب لك المقالة اللي انت عايزها. فانت ممكن تيجي هنا تقول له سيرش اي اي ايمج، فيجيب لك الصور اللي فيها الكلمة دي. يعني هو بيدخل على حركات البحث او يدخل على المواقع اللي بتعمل صور زي ستيبل ديفيجن، زي جورني، زي ديل اي، زي شات جي بي تي، ويبدأ يقول لك الناس كتبت ايه عشان توصل للنتيجة دي. مثلا الصوره دي عجبتك، هتدوس عليها، هيبدا يكبرها لك ويبدا يدربك عليها. يعني يبدا يقول لك والله الراجل كتب جمله فلانيه فحصل على الصوره دي، فتبدا انت تشوف ميكانيكال روبوت، وورلد وور، وان ستايل، اولد فوتو، هو عايزها كانها قديمه، فوتو ريالستيك، ريالستيك، دي الكلام اللي هو كتبه عشان يوصل للمستوى دي. ممكن تعمل اديت ليها وتشوف الصوره ممكن يحصل لها ايه. تمام، ممكن تروح بقى على ميدجورني وتخليه يعمل لك واحده تانية وهكذا. طيب هنا هتلاقي مثلا شات جي بي تي، وبعد كده ميدجورني، ستيبل ديفيجن، او ميدجورني، فبيبدا يقول لك دي مثلا ميدجورني برومت جنريتور. ممكن تستعين بشات جي بي تي ان هو يعمل لك او يولد لك البرومت. ليه احنا بنتكلم في الموضوع دوت؟ لان في وظائف كتيره بقت معتمده على البرومت انجينير، يعني واحد متخصص في ان هو يعمل برومت يوصل لاحسن نتيجه ممكن. فجاب لك اهو البرومت اهوت. طيب ممكن نقول له باك، ممكن تقول له انا عايز الميدجورني، فيبدا يجيب لك الصور، وكل صوره تقدر تدوس عليها وتشوف ايه النتيجه اللي موجوده بالشكل ده. تدوس عليه واحده فيهم تبدا تاخد المعلومات او الكلام اللي مكتوب. ممكن تيجي من هنا تبدا ان انت تختار. هنا بقى ممكن تقول له طب انا عايز اشوفها مثلا صور لللاندسكيب، او صور للاركتكتشر، او صور للانتريور ديزاين. فالموقع ده عجبني ان هو يعتبر اكتر حاجه قريبه من العماره، مخصص هو كذا خانه للعماره، يعني بغض النظر عن الفيشن والحاجات ديت. طيب الشغل بقى هنا هتيجي تقول له انا عايز برومت انجينير جوب وارتفيشال انتليجنت جوب. ارتفيشال انجينير محتاجه حد يكون مبرمج، برومت انجينير لا مش محتاجه. فهتلاقي هنا في ناس طالبه حد يكون جي بي تي برومت انجينير، برومت انجينير فور جرافيك ديزاين. ممكن تقول له ابلاي وتبدا ترفع السي في بتاعك او الخبره بتاعتك. وهي مش محتاجه خبره كبيره لان الموضوع لسه جديد، لكن محتاج حد يكون عنده امكانيه او عنده معرفه بفكره البرومت وازاي ان هو يوصل لافضل نتيجه ممكنه. هنا اكاديمي هتلاقي بعض الدروس، في حاجات فيها بفلوس وفي حاجات ببلاش. الكوميونتي كويس، الناس بتبدا انها تتكلم، في تشالنج، في تحديات موجوده. فالموقع ده من افضل المواقع اللي ممكن تستعين بيها عشان تحصل على خبره في البرومت، وده يعني بتقدر تستغل الذكاء الاصطناعي بشكل اقوى.